هانتوما كتشوفوا، السلام عليكم. هذه سميتها الدفله. غادي نقطع هاد الورقات او الاشجار كلها هنا في حديقه المنزل كما كتشوفوا. فاضل تقريبا واحد ساعتين من العمل مع التنظيف. شوفوا يديك ولات من العمل. اوكي، بعض الخدوش، ولكن سوف انتهي. هناك بعض الرياح كتشوفوا هذيك طوال جدا، سوف اقوم بتقليمها وبشحذها. هيا الى العمل، استعمل هذا السكين استعمل هذا السكين القديم من عصر اليابانيين. وهذا السلم المنزلي كما تلاحظون. العمل ثم العمل ثم العمل. هنا قمت بجمع كل وحدة على حدة، وهكذا سوف أتمم العمل وسوف أقوم بإزالة كل هذه الأغزان. لا تنسوا اللايك والاشتراك. يوم من العمل. قربت من النهايه تقريبا، فاضل لي واحد ساعتين من العمل مع تنظيف المكان. غادي نقطع داكشي كامل الفوقاني. الجو مشمس.
سوف أقوم بجمع، يعني قربت، يعني تقريبا أخذت مني 3 ساعات من العمل، ولكن الحمد لله. أقوم بجمع أكوام وسوف أقوم برميها في مكان الخاص. تقريبا ساعة وأنتهي. دع اللايك والاشتراك وشكرا. ايوا هنا طاح الهاتف. قربت من الانتهاء.